أطفالنا أهم ما في بحياتنا، والأهم نأمن لهم حياة مناسبة وثقافة بتضمن لهم مستقبل ناجح ومميز. لمسة تطبيق بحاول يلعب دور بتنشئة الأطفال من خلال تخصيص مساحة مهمة لألهم بتحتوي على قصص وألعاب تثقيفية مفيدة. مرحبا، أهلا وسهلا في عالم لمسة. Thank you بدر. تفضلي. شكرا. من وين اجت الفكره تبع لمسه؟ شو الفكره الاساسيه وراها؟ لمسه هو التطبيق التعليمي الترفيهي بيساعد الاطفال في مراحل الطفوله المبكره، يدمج ما بين القصص، الالعاب التعليميه، الفيديوهات باسلوب المرح والمتعه والتعلم في نفس الوقت. ندخل هنا على عالم الانتاج، زي ما حتشوفي يعني الجدران كلها محاطه ب ألوان وأشكال اللي هي تلهم الرسامين والعاملين أكيد. على التطبيق كل رسام بيقدر ينقي جدار ويعبر عن نفسه برضو في نفس الوقت. مراحل الإنتاج تمر في أكثر من مرحلة، فهنا عندنا مرحلة الرسم، المحطة الأولى من أهم المراحل لأنه الشخصيات تحدد هنا، الخلفيات تحدد هنا، عندنا فريق ومرحلة جدا مهمة اللي هو الأنيميشن والتحريك، هنشوف في كل شاشة نوع من الانيميشن المختلف. عندك مرحلة أخرى في الانيميشن برضو إنه كيف نصنع الشخصية ونحركها، لأنه بعض الشخصيات تكون منسجمة وبعضها تحتاج كثير تحريك، فبتمر في مراحل الرسم، التحريك، الانيميشن المتقدم كمان. واحدة من المراحل المهمة جدا هي مرحلة الصوت. أهم شيء الصوت. جاهزة؟ أكيد. تفضلي. يلا. وهنا تم الإخراج الصوتي، مرحلة جداً مهمة في إخراج القصة أكيد. والألعاب، وحتركك الآن مع مهندس قيس عشان تشوفي كيف يتم الإخراج. هناك أمور كثيرة يحبان أن يفعلها معاً، فهما مثلاً يحبان أن يلاحقا قوس قزح في الأيام الماضية. بدر، هلأ إذا بدنا نحكي عن الشخصيات والقصص الموجودة بتطبيق لمسة، من وين بتطلعوا بالأفكار؟ الشخصيات اللي نشوفها اليوم جوري وآدم اللي هي مبنية على شخصيات أطفالي. أنا شخصيا الفكرة كانت إنه ليش اخترنا هذه الشخصيات، لأنه حبينا نقرب الفكرة للأطفال، تكون مبنية على أطفال واقعيين، فالطفل ممكن يعني توصل له الصورة بشكل أسرع ويقدر يقارن نفسه بهذه الشخصيات ويشوف إنه ما في شيء مستحيل. فمثلا جوري عندنا نفس جوري الحقيقية اللي هي تحب الاختراعات، تحب انه تصنع اشياء، فحتى برضو بنغير بعض الافكار اللي عندنا في المجتمع انه المرأة ولا البنت تقدر تكون هي صانعة، تقدر تكون هي مؤسسة لشيء، حتى نغير الفكرة انه على طول البنت هي اللي مؤثرة اكثر بالالوان والفن والقصص العاب، والشاب هو المركز اكثر على قصص الابتكار. بالزبط. فهيدا مثل ما بتقول حتى ما يشوفوا انه في شيء، ابدا ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل لا للشاب ولا للبنت، وهذا الشيء لازم نزرعه في الأطفال من مرحلة مبكرة جداً. هذا السؤال كان بدي أسألك إياه، هل فينا نعتبر أنه لمسة هو مكمل لمنهج الدراسة أم أنتوا عندكم غير تخطيط؟ المناهج الدراسية في العالم العربي مختلفة، واقتبسنا طريقة الفكر الفنلندية لأنه فنلندا رقم واحد في تعليم الأطفال تعتبر. صح. فعندك مثلاً قضايا زي مشاعر الطفل وكيف يتعامل معها، الاختراعات وكيف يكون الطفل مخترع، كيف يفكر مبتكر أكثر، يعني فنعتبر حالنا مكمل للبيت والمدرسة كمان في مرحلة النمو المبكر للطفل. يعني وين بتشوف لمسة بعد سنة، بعد 5 سنين أو 10 سنين من اليوم؟ لحد الآن وصلنا إلى أكثر من 12 مليون طفل، ونشوف هذه فقط البداية، وحابين برضو أنه ننتقل إلى أنه نكون lifestyle product، يعني نكون في حياة الطفل، مش بس فقط في التطبيق ولكن في منتجات أخرى اللي تساعد الطفل في مراحل نموه بيحتاجها. بدر، ليش اخترت الإمارات لحتى تبدو منا لمسة؟ احنا لمسة بدأناها في البداية كانت موزعة في دول عربية مختلفة، بعدين حسينا الإمارات منصة جميلة جدا وفي خبرات وتسهيلات، سوينا شراكة مع حكومة أبوظبي اللي هو 2454 بقيادة سعادة الوزيرة نورة الكعبي، اللي هي شجعت الدخول في عالم الطفولة المبكرة عن طريق التعليم والترفيه.
فلقينا دعم كبير من ناحية الفكر، من ناحية الخدمات، من ناحية التسهيلات، إنه نصنع هذا الكيان ونأسس بنية تحتية قوية. بدر خلينا نشوف لكن كيف بيشتغل هذا التطبيق. طيب أول شيء بنبدأ بنزل تطبيق لمسة، وبعد ما ننزله حينزل على الشاشة. بنفتح التطبيق. أوكي. طبعاً هذه الشاشة صارت معروفة ومحبوبة الأغنية لدى كثير من الأطفال. حلو. شخصيات الأساسية تبان. أوكي. وبعد كده ندخل على التطبيق ونبدأ نشوف المواضيع المختلفة، سواء من أرقام وحروف، مواضيع مختلفة زي العائلة والأصدقاء. بنشوف المواضيع المختلفة وبننقي. بعد كده ممكن الطفل يدخل وينقي الموضوع اللي يبغى. حوريك الآن عينة عن القصص، فهذه عبارة عن قصة بحيث أنك تشوفي طريقة التفاعل. فتبدأ القصة، تسمعي الإخراج الصوتي، تسمعي وتقدر تتابع النص كمان بطريقة أنه القصة تنقرأ، وفي متابعة للنص تساعد الطفل بأنه يتابع القراءة اللي قاعد يصير. طبعاً كل شيء على الشاشة في تفاعل غني جداً، بيخلي الطفل يتفاعل مع المادة ويتعلق في الكتاب. كتير حلو، فمسلية جداً للأطفال وحتى الكبار، يعني ممكن يستمتعوا بالرسومات وبالتحريك وبالتفاعل. يعني حتى للأطفال اللي ما بحبوا القصص بصيروا يحبون أكثر. بالزبط. من الطريقة. بالضبط. وفي أكثر من طريقة، ممكن الصوت نخفيه فبيصير الطفل هو اللي يقرأ بنفسه. تمام. إذا شغلنا الصوت تقوم تنقرأ القصة. ففي أكثر من طريقة للتفاعل مع القصة. حلو كتير. هذا اللي وريتك إياه هي نموذج أو عين عن القصص. في عندنا ألعاب كمان، ألعاب تعليمية. الألعاب التعليمية كمان مسلية جداً، لو تشوفي كيف الرسومات، طريقة إخراجها، بتخلي الطفل يلعب ويتعلم في نفس الوقت، يعني ما في صح ولا غلط. وبشكل أسبوعي تنزل أعمال جديدة، يعني كل أسبوع يتم زيادة أكثر من عمل عشان الطفل ما يمل، كمان يضل عنده أشياء ومستفيد فيها. عن جد برافو عليكم، إن شاء الله من تقدم لتقدم. إن شاء الله. شكراً. Thank you بدر. شكراً. التكنولوجيا تطورت بشكل كبير، ليش ما نستغلها لتنمية أفكار أجيالنا الجديدة وتطوير ثقافتهم؟ لمسة بحاول يزيد الثقافة والترفيه المفيد يلي ممكن يكونوا أطفالنا بحاجة لإله.